يوم أدار تنظيم الدولة رح حربه ضد المجتمع السوري في أرياف مدينة الباب شمال حلب، كان الخبز أحد أسلحته. ما هي إلا سنوات وجيزة حتى استعاد السوريون أرضهم من تحت عباءته السوداء. حمل التنظيم في جرابه الدامي مع مغادرته كل مصادر الرزق والحياة، وعلى رأسها الأفران. أيام تنظيم داعش كانت سعر الربطة ما يقارب 300 ليرة سوري، خبز غير مدعوم، خبز حر. هذا بسبب عبء كبير على الناس، بالإضافة لهذا العبء كان هناك في تمييز كبير لعناصره. كان المواطن يعاني للحصول على الربطة، حيث يقوم بتسجيل اسم قبل فترة عند المعتمد حتى يأخذ خبزه، بينما العنصر كان في أي وقت وفي يذهب إلى الفرن ويأخذ الكمية التي يحتاجها. ما لم يدركه الظلاميون أن المجتمعات الحية لا تهزم، حيث أعاد أبناء البلدة بناء وتشغيل أفران الخبز ومنها فرن البركة، وذلك على الرغم من القصف والخوف. واليوم يعمل الفرن بطاقة إنتاجية عالية وجودة ممتازة. كان في صعوبة كتير بتوفر مادة الخبز، خصوصي كان في اشتباكات ومادة الطحين غالي، المازوت غالي. قدرة الإنتاجية للوردية الوحدة 8 طونات، نحن بنحسن نشغل ورديتين 16 طن، كانت ربطة 350 ليرة، حاليا الحمد لله الربطة ب 100 ليرة. أنضجت همم أعضاء المجلس المحلي الخطط المرسومة على الورق وباتت واقعاً معاشاً، فمنذ الشهر الثاني لهذا العام ورائحة الخبز تدخل بيوت السوريين بسعر يناسب الجميع وتصل إلى كل القرى عبر مندوبي المجالس المحلية. والله الحمد لله حالياً متوفر خبز وبأسعار أرخص من السوق ومتوفر بشكل دائم، يعني إمتى ما طلع المواطن بالبيت بإمكانه يحصل على ربطة خبز بالصبح بالليل أي ساعة كان. ربما قتلت السنوات العجاف التي مرت على هذه القرى بعض مظاهر الحياة العامة، إلا أنها لم ولن تنتزع رغبة الحياة الغامرة من قلوب السوريين وعقولهم.